السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج اسمه كيكا. البرنامج ده مفيد في تنظيم المراجع البحث العلمي وتنظيم الكتب اللي انت بتستعين بيها في البحث العلمي، وبرنامج مفيد جدا جدا، وهتشوف ايه المزايا اللي فيه. اولا انت تقدر تشتغل عليه على الديسكتوب، انت تقدر تستضيفه عندك وتعمل سنكرونايزيشن وتبدا تشتغل عليه اونلاين، فالمعلومات بتاعتك مش بتضيع وتبقى موجودة، مجرد بس تعمل اكونت مجاني. البرنامج كله مجاني، مفيش اي فلوس خالص، وبعد كده تعمل سنكرونايزيشن فالكتب تظهر، او تعمل سنكرونايزيشن تاني الكتب اللي انت حطيتها اونلاين تبدا تظهر معاك اوفلاين. طيب ادي اهو البرنامج، الواجهه بتاعته سهله جدا، دي المراجع اللي موجوده، تقدر تضيف اي مرجع، خلينا نقول له اد نون بي دي اف ريفرنس. تقدر تقول له بقى نوع المرجع ده، مثلا هل هو كتاب، هل هو مقاله، هل هو مانيوال، هل هو مؤتمر، هل انت حلمت بالليل. انا شفت مرجع بحث كده في البحث العلمي، المرجع بتاعه انا حلمت بيه وانا نايم، فما فيش اي مشكله خالص، يعني اللي انت تحلم بيه اكتبه انت، يعني تقدر بقى تكتب معلومات عن الكاتب والاديتور والتايتل والبابلشر والير، تمام. وممكن تقول سنيفر، بيبدا يدور لك على النت على الكتاب دوت، واول ما بيلاقي بي دي اف فيه المعلومات تدوس على علامه صح ديت، ياخد المعلومات دي ويعمل ابديت للمعلومات اللي عنده، تمام. يعني اول ما يلاقي مثلا بي دي اف يكون فعلا فيه مكتوب فيه معلومات مظبوطه، بياخد المعلومات هنا واقدر اقول له اوكي، هو يقبل المعلومات ديت، تمام. طيب او تقدر تدخلها مانوال، هقول له ماشي موافق، فيبدا يظهر معايا في الكتب ديت. طيب دلوقتي مثلا وليكن الكتاب دوت انا عايز افتحه، فبدوس عليه. هو دلوقتي بيقول له هو مش مرتبط بحاجه فمش قادر يفتحه، فلازم اربطه بيه. طيب الكتاب دوت عايز اضيف كتاب واربطه، بقول له اد بي دي اف دوكمنت، وابدا اختار كتاب من دول يبدا يحمله ويبدا يبقى موجود عندي، وليكن مثلا بين فور لاندسكيب، المهم بس يكون مساحته صغيرة بس عشان ما ياخدش وقت كتير، وليكن ده مثلا، تمام. بيبدأ يقراه ويبدأ يظهر معايا في قلب البحث بتاعي، يعني وليكن مثلا الكتاب دوت أول ما بدوس عليه بيفتح معاك الكتاب. تمام دي نسخة أولية كنا لسه شغالين فيها. طيب ممكن أضيف بقى إيه أي أنوتيشن، وليكن مثلا مربع كده، وأقدر أعمل له تاج بحيث إن أنا ما توش فيه بعد كده، هو بينظم لي الشغل بتاعي، وأقول له مثلا بوم، وأقول له مثلا عمر، وبعد كده أقول له إم أو إيه معاذ عمر عبد الله زد الآخر، تمام. طيب بعد كده تقدر تضيف مثلا هايلايت على بعض الكلمات، وليكن مثلا الجزء دوت بحيث ان انت ترجع له تاني. تقدر تضيف سيلكت تكست، التكست اللي انت عايزها، فهو بيديك امكانيات ممكن ميكونش في البي دي اف العادية. سناب شوت، صورة تقدر تاخدها كوبي وتقدر تشيرها على الشبكات الاجتماعية زي تويتر وفيسبوك وهكذا، وتقدر بعد كده تعمل سيرش، تقول له مثلا انا عايز الحاجات اللي خاصة بالتاج دوت، تمام. يعني لو جينا هنا وعايز تعمل سيرش تقول له مثلا انا عايز التاجات اللي فيها الكلمة دي او الكلمات اللي فيها الكلمة دي، فيبدأ يعمل لي سيرش عليها ويبدأ يجيبها لي، تمام. او تقول له رتبهم لي حسب التايتل، حسب الاوثر، حسب الير، تمام. فتقدر تضيف بي دي اف، وتقدر تضيف الكتاب حتى لو ما عندكش البي دي اف، تقدر تضيف فولدر كامل، تقدر تضيف من برنامج تاني، يعني دي برامج برضو منافسه او مماثله. ليند نوت شرحناه، والجاب بريف ده ممتاز جدا برضو تقدر تعمل عليه شرحناه، وان شاء الله الاثنين التانيين برضو نشرحهم. بيقول لك صدر لي الملف دوت، اعمل له اكسبورت من البرنامج، وحمل لي ملف تي اكس تي، وانا اخد لك كل المراجع دي واحتفظ بها عندي، تمام. فعدى العيب ما شاء الله. طيب ممكن تقول انا عايزهم من خلال مثلا الاسر او من خلال المعلومه الفلانيه، اي معلومه يقدر يفلتر لك بحيث تلاقي البحث اللي انت عايزه. اي واحد فيهم تعمل عليه سيلكت بيجيب لك الخصائص بتاعته،
تمام. تقدر تعمل فايند لو انت عايز تدور عليه، تقدر تعمل سنيفر لو انت عايز تدور على النت عليه، تقدر تشوف الانوتيشن اللي موجودة فيه. يعني هنكتب اللي احنا عملنا فيه انوتيشن، بيجيب لك بقى كل صفحة، بيجيب لك الانوتيشن اللي انت حطيتها موجودة فيه، وبعد كده بيجيب لك بريفيو للكتاب. هنا انوتيشن ريبورت بيبدأ يجيب لي بقى التقارير عن الانوتيشن الموجودة، اقدر اوصلها بسهولة. تمام، تقدر تقول له جنريت اعمل لي بقى تقرير بالحاجات اللي احنا عملنا لها انوتيشن في الموضوع دوت. طيب لو خلصت بتعمل سنكولايزيشن، فول سنكولايزيشن، فبيرفع لك المعلومات دي كلها على الانترنت. تمام، فبتدخل على الموقع بتقول له وريني المكتبة بتاعتي. تقدر تعمل مكتبة جديدة تسميها مثلا MOAZ، فبيقول لك بقى ايه المكتبة عاملة ازاي. طب خلينا في المكتبة بتاعتنا اللي احنا لسه عاملين لها وعملنا سنكولايزيشن، شوف اتعملت ولا لا. فبتدخل فبتلاقي الكتب اهيت، اي كتاب فيهم بتدوس عليه تقدر تحمله، تقدر ترتبهم برضو حسب اي حاجة انت عايزها، تقدر برضو تضيف ناس تانية تبقى شغالة معاك في البحث. كلاود ستورج دي المساحة ممكن تزودها. تمام، الاكتيفيتي مين اللي عمل ايه وما اللي عملش ايه، السيتنج. تمام، فما شاء الله كل الحاجات دي مجاني وببلاش، وربنا يوفقك ونعملها بابليك لايبراري بحيث اللي عايز يستفاد يستفاد يعني. فربنا يوفقك ان شاء الله في البحث العلمي ونشوفكم واخدين جايزة نوبل كده.